بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في أول حلقة من فيديوهات اللقطات الحضارية. اللقطة الأولى راح تتناول المواصلات في باريس. طبعا الكل يعرف شنو هي المواصلات وأهميتها وكيف هي حالها في بلداننا وفي بلدانكم. اليوم راح أعرض لكم جانب من جانب المواصلات في باريس يتعلق في الباص المجاني في مدينة باريس. هذا الباص المجاني طبعا هو مو كل مكان ولا كل الباصات، ولكنه في بعض المناطق وفروا لها خدمة النقل المجاني في ضمن المنطقة اللي انت ساكن فيها، يعني ما بيخرج الى مناطق اخرى. واحنا هنا في المنطقة اللي ساكنين فيها يوجد فيها باص مجاني ينقلك على كل المناطق، يعني على كل مواقف الباص ضمن المنطقة اللي انت ساكن بها، وهي طبعا منطقة ليست بصغيرة انما منطقة كبيرة. فهذا خدمة مجانية، وهي اول مرة طبعا اشوف في مكان في مدينة فيها هاي الخدمة المجانية للباصات. انا اعرف انه يعطون احيانا يوفرون بطاقات مجانية، بس الباص يكون بمجاني ولكل من يريد ان ياخذ الباص مجانا دون ان يدفع ولا فلس. هاي الحقيقة اول مرة انا شايفها، وهو برنامج جديد قاعد يطبقوه في باريس. مثل ما قلت في مناطق كثيرة، وممكن راح يجي اليوم اللي يشوفون الباصات في باريس راح تصير مجانية، الله اعلم. المهم مؤسسة مشهورة في باريس اللي هو مؤسسة لوي فيتون ايضا تساهم في هذا المشروع، وفرت باصات كهربائية للخدمة المجانية في بعض المناطق الاخرى، وعادة تكون باصات متوسطة الحجم، ليست بالصغيرة وليست بالكبيرة، لتقديم الخدمة المجانية بالباصات. هذا هو الموقف الخاص بالباص المجاني واللي راح نعرض لكم التفاصيل حتى تشوفوا ويانا. وراح نعرض لكم التفاصيل، وممكن ايضا اذا اجى باص نكون مساعدين وياه حتى تشوفون كيف انه هي مجانية. هذا سيرفيس غراتوي، وغراتوي معناته مجاني. هاي الساعات منسون. طبعا هذه ما تخلي التفت، هذه ليس لهذا الباص وانما لباصات اخرى. ومع هذه الدراجات اللطيفة والنظيفة ننتظر الباص ونشوفكم الباص. شوف هذا الباص اللي يجى، انا راح نشرح لكم عنه شوية. هذا الباص طبعا هنا يشتغل مجانا، يعني تصعد بيه بدون ما تدفع فلوس، يوديك بالمنطقة، طبعا ما يخرج خارج المنطقة، لكن بالمنطقة اللي انت قاعد بيها يكون هذا الباص بصورة مجانية. وهسه اراويكم المنطقة اللي راح يوقف بيها، لانه مو كل الباصات، ولكن هذا اللي مكتوب عليها سب. هذا الباص، هاي الناس اللي راح تصعد بيه، اللي راح تنزل مجاني. هسه اصور لكم الباص
هذه الموقف، موقف الباص موقف عادي انت ما تحس به، لكن لازم تعرف هذه السكرين او الشاشة اللي تعرف من خلالها كم مثلا راح باقي على الباص حتى يجي، وكم مثلا صفر لانه لساته ماشي، والباص اللي الاخر بعد 15 دقيقة. شوف هذه الخارطة اللي يمشي بيها، هاي المنطقة وهذه المحطات اللي يوقف بيها بوكلي نورد، وهذه سيرفيس غراتوي. أغيت نو اكسسيبيل اكتوالمون، بالنسبة للكراسي المرضى ما اعتقد صار، بس هذا هو الغراتوي، غراتوي يعني مجانا بالفرنسي. فشفتوا هاي الناس اللي تشتغل وتخدم بلدها، خلي لهم باصات. طبعا مو كل الباصات بفرنسا، ولكن اكو خطوط معينة وانا شفت من عندها كثيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الباص راح تشوفون كيف انه راح نصعد بصورة مجانية. هذا هو الباص اللي تشوفه، راح اسأله قدامكم هل هو مجاني او لا. D'accord, mais merci beaucoup. Merci. وهسه أنا رجعت لنفس المكان وشفته لما صعدت وياه وسألته ايش قد الأجرة، وقال لي سيقاتوي يعني مجانا، لكنه كان يمزح وياه يقول لي إذا تريد تعطيني 10 يورو. على المهم هو يتمازح وشكله كان يمكن عربي، لكنه على العموم شفنا كيف أكو باصات بالمجان موجودة. أما هذا الباصات هذه ليست مجانية طبعا، لأن أكو باصات أخرى مجانية وليست كل الباصات. السؤال هو كيف حال الباصات وخدمة المواصلات في البلاد؟ هل فكروا انه يحسنون من المواصلات؟ يعني احنا ما نريد انه يعطونا باصات مجانية، ولكن نقارنهم ما بين الباصات اللي موجودة في باريس وبين سوء الخدمات في بلداننا وخصوصا العربية. هذا الفيديو اتمنى ان يوصل الى المسؤولين عن المواصلات في بلدان حتى يشوفون الناس وين وصلت وكيف قاعد يخدمون بلادهم، وكيف احنا في بلداننا ملتهين بالسرقة. شكرا لكم. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.